اهلا كمال، ازاي؟ ازاي صحتك؟ انت عندك حد؟ القعدة منصوبة، تعال. لا معلش، مش عيب يا خميس تبقى طالب محترم في كلية الحقوق وتقعد مع عالم زي دول؟ العالم اللي زي دول، دول نجوم المجتمع الجديد. تعال تعال. طب بقولك ايه؟ ايه؟ انا عايز 5 جنيه سلف. 5 جنيه؟ ايوه. وانت تعرف برضو ان انا ينكسر معايا 5 جنيه؟ طب وبعدين؟ بس انا كنت عايزهم ضروري. بقى يا راجل تبقى زميلتك بنت زي اللي شفتها معاك وتدور تستلف؟ ده انت تقدر تقلشها وتعيش مالك. قلشها؟ قلشها ده ايه؟ ولا نشال ولا طالب في الجامعه يا ابني. هتقلشها باسم الحب. البنت ما نزلتش عينها من عليك طول ما احنا واقفين. اسمع، غني عليها وخد القرشينات. احتفظ بافكارك الهباب دي لروحك. اسمع خميس، انا راجل بينتظرني المستقبل باسم مش صايع. طب ما خدتش ليه من انهار بنت خالتي؟ ما هي ساكنه تحتكم ومقرشه. هو انت كل تفكيرك في اخذ الفلوس من الحريم؟ انا ماشي. تعال تعال تعال، ما تزعلش. تعال تعال، انا هجيب لك 5 جنيه. طب مش عايز احراج؟ مفيش احراج. انا عمري ما شفت واحد بيستلف من غير احراج. خش يا بتاع مستقبل باسم. صلي على النبي يا حبيبي. تعال تعال يا مستقبل. مساء الخير. مساء الفل. هات 5 جنيه يا دندن. سلف ولا جدعان؟ ما تجيب بقى يا اخي. خد ابو كمال. خد خد يا دكتور، ما تتكسفش. ده حته بخمسه ما تسواش تعريفه. بناخدها في جلدتين حنفيه. ولما تبقى مزنوق بقى تعالى اسرح معايا وانا اجيب لك 10 12 جنيه في اليوم بدل الدكتوره اللي انت مزنوق فيها دي. مع السلامه ابو كمال. مع السلامه. مع السلامه. ما تخف يا جدع انت. خد نفس. مش عجبك 5 جنيه؟ 5 جنيه ايه؟ وانا بالله ترمس، انا مش هفتح بوق غير من 20 جنيه. 20 جنيه؟ ويعني 20 جنيه؟ بكرة تبقى دكتور قد الدنيا وتجيب ال 20 جنيه دول من عيان واحد. عيان واحد؟ اه. وانت مالك انت تجيب 20 جنيه ولا 100 جنيه؟ وانا الفيزيتا بتاعتي 20 جنيه، ما تضيعليش الموسم. اهو انت. يا عم حرام عليك. ولما انت مش قد كلية الطب بتدخلوها ليه؟ الله، وانت مالك انت اخش كلية الطب ولا اخش امناء الشرطة ولا اخش إيه كلية ايه 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 في ايه كمان؟ لا مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ التلميذ ده مش عايز يدفع 20 جنيه. تعمل ايه؟ هسلفك ال 20 جنيه. ده كلام يا نورة؟ ودي فيها ايه يا اخي؟ احنا مش زمايل؟ واكتر كمان؟ لا اصل المسألة مش مسألة فلوس، إذا كان على الفلوس، الفلوس مرطرطة مش عارف أوديها فين، المسألة مسألة مبدأ. امسك. يا عم صلح النبي، هو أنت راعونه زي؟ يا سيدي هات خليك تنجح. خد. قول بقى يا سيباب. معلش استحملك. بقولك ايه؟ عايز ايه؟ كنت تقول للست باخد 30 واشوفك بخمسة. طب اخرس بقى، لا اديك قلم انزل لك البواسير. خلاص بلاش بلاش. عين الادب ما يختشيش، ربنا يختم. ما هو لو خدني هتسقط يا حلم. طب قول. اكتب عنك. السلام عليكم. وعليكم اهلا. ها جايبين ايه النهارده؟ 4 قمصان وبنطلونين. وريني كده. ها شاريهم بكام دول من الكليه؟ ب 30 جنيه. لا يا شيخ، طب مش هتبطل حركات الاستعباط دي؟ اسمع، دول ب 15 جنيه بس، واربعه عشانك يبقوا 19. دي هدوم مدعمه من ملابس طلبه الجامعه، الحكومه دافعه فيهم الشيء الفلاني، وانت هتبيعهم ب 80 و90 جنيه. مش هدفع اكتر من 19، ما انا لازم اكسب. هاد انت راجل ذمتك استك. وانت يعني اللي ذمتك حرير؟ خد. نهايته، مستنيك بكره. مع السلامة. ممكن أسألك سؤال وتجاوبني عليه بصراحة؟ اسألي 10 أسئلة. يا ترى شعورك ناحيتي زي شعوري ناحيتك؟ يا نورة في فرق كبير قوي بيني وبينك. أنت بتيجي في عربية 16 متر وأنا باجي في رجلي برطوشة. أنت ساكنة في الزمالك ولا في جاردن سيتي وأنا ساكن في باب الوزير. أنتوا حواليكوا الجناين والسوبر ماركت وأنا حواليها الترب وارض الغفير. طب وده يمنع اننا نحب بعض؟ واخرتها انت هتبقى دكتور وكل اللي انت بتقوله ده ملهوش قيمه. انت مكانتك عندي ما تتقدرش بتمن. انت لو تعرفي انا جوايا ايه من ناحيتك تستغربي. نوره
انا في حاله انعدام وزن. طب مش هتروح تكلم بابا؟ بابا مين؟ بابايا انا. اكلمه في ايه؟ يا سلام عليك، تكلمه عشان نتخطب. نتخطب؟ ده انا احمر الخدين صفر اليدين، ما معيش حاجه خالص، لا انا ولا اهلي. لما نتخرج يا اخي، هي الخطبه دي عايزه حاجه؟ نقرا الفاتحه ونلبس الدبل، وبعد ما نتخرج نبقى نكتب الكتاب. طيب وليه الاستعجال؟ يعني انت مش مستعجل؟ يا اخي عشان تقدر تيجي بيتنا نقعد مع بعض، نذاكر مع بعض. ها قلت ايه؟ نذاكر مع بعض. مذاكره جامده قوي. يعني شوفي كده الكيكه دي يا عمتي. مفيش بعد كده. طيب بعد اذنك اطلع وديها لجماعه عبد الصمد افندي عشان يدوا عمايل ايدي. جماعه عبد الصمد افندي ولا ابن عبد الصمد افندي؟ ما تكسفنيش بقى يا عمتي. اكسفك؟ اكسفك ده ايه؟ ده انا بدعي لك من قلبي ان ربنا يجعله من نصيبك، كمان ابن حلال، وبكره يبقى حكيم قد الدنيا. خايفه بعد ما يبقى قيمه قوي كده ما يبصليش يا عمتي. هو انت قلت القيمه يا نهار يا بنتي؟ ده انت حلاوه واصل وعندك بيت ما شاء الله، وامك وابوك الله يرحمهم كان خيرهم على عبد الصمد اللي ابنه كمان. ده عبد الصمد ده كان بالنسبه لابوكي موظف كحيان. يا احلام اعملي لي كوبايه شاي تقيله شويه يا بت. ما فيش شاي يا بابا. يعني ايه ما فيش شاي؟ البقال ما رضيش يديني، قال لي مكسور على ابوك شهرين، لما يدفع بقى ابو خده. اما راجل قليل الاصل زيك صحيح. ده النهارده لسه 13 في الشهر، يعني فاضل 18 يوم منه. مساء الخير يا عبد الصمد افندي. اهلا، ازيك يا نهى؟ الله يسلمك. انا جايبه لحضرتك، قصدي جايبه لكم كيكه من عمايل ايدي، هتعجبكم قوي. طب وليه بس التعب ده كله يا نهى؟ تعب ايه بس يا بابا يا اخي؟ ده كده استنى استنى يا ولد، انت ما تفتحلوش. سيبهم براحتهم يا عبد الصمد افندي. طب اتفضلي يا انا، اتفضلي اتفضلي. على فكره يا نهار، انا اسف قوي عشان اتاخرت في دفع ايجار الشقه. فلوس العيش. ايوه بس عبد الصمد افندي، على فكره انا مش هطلع هنا مره تانية لو فتحتني في الموضوع. ايوه لا. بابا عاوزك في كلمه. ما تقول يا بت. لا في ودنك. بتاع العيش بيقول ان ما جبتوش الفلوس المتاخره عليكو مش هيجي بكره. مش هيجي بكره؟ طيب ايه اللي جابك بالليل؟ وبتعمل ايه في الخزنه؟ لا ما فيش حاجه يا حرز ظابط. ما فيش يعني ايه؟ نازل ايدك. فتشوا عسكري، شوفوا مسلح ولا لا. مسلح ايه يا سعاده البيه؟ ده انا ماليش دعوه بالحاجات دي ابدا. عبد الصمد افندي محضر هنا يا فندم، من عارف انه محضر، انما ايه الجو في السعاده؟ ايوه اصلا بصراحه كده اصلا نسيت مستند حجز هنا، فقلت اجي اخده دلوقتي عشان اوقع الحجز الصبح بدري. على كل حال اتحفظ عليها عسكري للصبح. يا سعاده البيه ما تكبرش الحكايه، اللي في الخزنة عهدتي، أنا هسرع عهدتي. اسكت خالص. يا سعادة البيه بلاش فضايح، الله يسترك. حضرتك إذا كنت عايز تجرد الخزنة اتفضل اجردها. مش شغلي، أنا هتصل بوكيل النيابة دلوقتي وهو يتصرف. يا بابا اتأخرت كده ليه؟ أنا كنت قلقان عليك قوي. الحمد لله الحمد لله، ألف حمد وألف شكر لك يا رب. ألف شكر. ما أنا كمان يا ابني كنت هتورط حتة ورطة. لو أكون حد ضحك عليك وخدك حتة بطالة كده ولا كده. الله يجاز شطانك يا كمال يا ابني. قول لي أنت عامل إيه في مذاكرتك اليومين دول؟ والله يا عبده كويس، شغال ماشي يعني. طيب بدل ما مزاجك حلو كده ورايق، أنا عايز أتكلم معاك في موضوع مهم. أوي أوي يا كمال يا ابني. قول يا حبيبي. هو أصلي في الحقيقة يعني نويت وهتوكل على الله وهخطب بنت كويسة من أسرة محترمة جدا. نعم.
ايه في ايه؟ ما كنا كويسين. بقى حضرتك عايز تتجوز وشويه شويه تخلفوا عيال وقع يا عبد الصمد ونخرب بيتك طول ما مخروب؟ لا ده مش جواز، ده خطوبه بس. خطوبه ايه واندلت ايه؟ خطوبه ايه؟ انت ما انتش عارف، انت مش عارف انا كنت فين دلوقتي.